نواقض الإسلام عشرة أتت وفي رسالة الإمام ثبتت. نواقض الإسلام عشرة أتت وفي رسالة الإمام ثبتت. أولها الإشراك وهو من جعل لله ندا بئس عبدا إن فعل. والثاني ناقض بإجماع حصل من يتخذ وسائطا إذا سأل. ثالثها من لم يكفر مشركا أو شك في كفر الذي قد أشرك أو كان راضيا به فقد كفر وكذب الكتاب أيضا والخبر. والرابع اعتقاد هدي أكمل أو مثل ما به أتانا المرسل. والخامس المبغض للهدي الذي جاء به الرسول فالكفر جلي. والسادس استهزاؤهم بالدين فرتل التوبة للتبين. والسابع السحر ومنه الصرف يرضاه أو يفعله والعطف. والثامن الذي أعان من كفر على الذي به الإيمان قد وقر. فظاهر المشرك ظلما ونصر ومن تولى كافرا فقد كفر. والتاسع اعتقاد أن للولي الخروج عن شرعة أحمد النبي. والعاشر الإعراض عن دين الصمد في السجدة البيان حقا قد ورد. لا فرق فيها بين جد أو هزل أو خوف غير مكره فيما عمل. نواقض الإسلام عشرة أتت وفي رسالة الإمام ثبتت. نواقض الإسلام عشرة أتت وفي رسالة الإمام ثبتت.